بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بيت المصريين وشعارنا دايما بيت المصريين لكل المصريين. النهاردة معانا حلقة متميزة ومختلفة جدا، معانا اتنين من المواهب، الكاتبة مريم ومعانا الأستاذ محمود القوة الخارقة. اتفضلي يا مريم، عرفي نفسك للمشاهدين. أنا مريم محمود محمد من مركز مينية النصر، منشأة عاصم مركز مينية النصر، محافظة الدقهلية، 16 سنة، طالبة بالصف الثاني الثانوي علمي بمدرسة ناجي عبد المنعم الثانوية بالجنينة، كاتبة ومصممة، كاتبة ومصممة و بكتب سكريبات وروايات وقصص قصيرة وخواطر ومقالات. أهلا وسهلا بك يا مريم، نورتينا. الأستاذ محمود عبد الحميد نور الدين نجم الدين المصن الشهير بمحمود لالا، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا دكتور. ابن محافظة المنوفية قرية الخضرة، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. وقبل أي حاجة هنبدأ عملي الفقرة الأولى، نشوف حاجة من اللي بيعملها الأستاذ محمود القوة الخارقة. يا ريت يا جماعة تدخلوا لنا النار، النار اهي، اتفضل نشوف حاجة عملي وبعد كده نبدأ بقى نظري. اتفضل يا أستاذ محمود، ورينا ورى المشاهدين وربنا يستر الحلقة دي بقى. هو بفضل الله أنا يعني ربنا أنعم عليا بنعمة القوة الخارقة، فيعني في حاجات كتير بعملها بفضل الله، وان شاء الله باذن الله يعني هاكل نار والعه. انا مش بعمل شو ولا حاجه، انا بس عاوز اظهر النعمه اللي ربنا انعمها عليا للناس. يعني حاجات بسيطه ان شاء الله باذن الله، ويا ريت تعجبكم باذن الله. حبينا نبدا نارية بالنار عشان نطفي الدنيا اللي ولعه دي من بدري ونخلص. اتفضل. بس الاضاءه لو سمحت شويه وطاله عشان يظهر ان هو ايه، مش شو. حد يوطي نار. كويسه، اتفضل. عادي، اتفضل اتفضل. يعني دي نار هي. طبعا انا بفضل الله من نعمه ربنا عليا انا باكل ازاز، بلتهم كميه ازاز، وجبه ازاز كامله واضح اهو قدام حضرتك. باكل نار. ايوه، كل بقى عشان باكل نار. بفضل الله باكل 2.5 كيلو لحمه نيه، باكل 3 كيلو لحمه نيه بفضل الله. بنام والعربيه تعدي من عليا بفضل الله، برضه ما بيحصلليش حاجه. طب يلا دي نار يا جماعه اهي عشان الاضاءه بس نعليها. أيوة. بس عشان انا يعني الامكانيات في الاستوديو كان المفروض نولع اكتر من كده. ما هي مولعه باينه النار اهي. النار اهي اهي واضحه. ايوه النار اهي قدام الناس. بتاكلها للاخر كلها. دي على فكره دي كانت كبيره، هو مولع من بدري بره و... الله الله. حاسس بايه وانت بتاكل النار دي يا استاذ محمود؟ قول لنا احساسك. عادي يعني زي اي حاجه، زي اي اكل؟ بفضل الله. عادي يعني الموضوع ما بيختلفش معايا كتير. بس الكاميرا، عاوز الكاميرا بس تجيبها اهي. جايبه كل حاجه، الكاميرا شايفين كلنا كل حاجه. بسم الله ما شاء الله. نار. مريم قاعده مرعوبه منه، عايزه اقول لكم يعني ربنا يستر. ايوه تمام. هو بس عشان دي المكان في الاستوديو. لا ما شاء الله، لا والحاجات دي ممنوعه، فانا بس بحتذر للناس. ما شاء الله. لا طبعا ده ازاز يا جماعه بجميع انواع بفضل الله. خليه شويه نتكلم ونقول نشوف الازاز بقى بعد كده، نكون نهينا شويه من موضوع النار ده. تحت أمرك. طيب تفضل. امتى ظهرت القوه الخارقه دي عندك؟ هو بفضل الله انا يعني الكلام ده بقاله فتره. من كام سنه؟ طبعا هي جايه لي الحاجه ديت ربنا انعم عليا بقى وانا كبير. مش وانا صغير يعني، مش وانا طفل او مش مولود بيها. اكتشفتها ازاي بقى؟ هو كان حصل موقف، وده الكلام ده انا قلته في يعني لكذا حد وفي كذا قناه برضو. انا كنت ماشي في الشارع، فلقيت خناقه بين ناس بتتخانقوا، عربيتين وناس نزلوا اتخانقوا. فحاولت يعني ان انا انزل اسلك خلاص يا جماعه وبتاع وافوض المشكله يعني.
فنزلت بحجز على الناس، فبقول له خلاص يا استاذ معلش. وفي يوم واحد يعرفني، فاللي يعرفني ده اول ما شافني يعني قلبه جمد شويه. فببص لقيته فقام نازل جايب حته حديده وجاي يضرب الراجل بقى على دماغه. فقامت جاي على دماغ انا، فانا بصيت حطيت ايد على دماغي ما لقيتش دم، فبصيت للراجل، الراجل خد بعضه وجري اللي هو يعرفني انا. فبعد كده مشيت روحت، طبعا ما خدتش وديت في الكلام. ببص لقيت الراجل جالي ومعاه الحديده. قال لي انت ما جرالكش حاجه وانا عرفت، بس انا عاوز اعرف ايه اللي حصل لك، وجاي اطمن عليك. وما سابنيش بالفعل لما رحنا وعملنا اشعه عند الدكتور، قال لي ما عندكش اي حاجه. فعملت تحاليل وفحوصات على العظم وكده بفضل الله، ما اثرتش عليك. لا لا بفضل الله ما طلعش اي حاجه. اي حاجه تمام. فطلع ان شاء الله ان ما عنديش اي حاجه. والدكتور قال لي ان دي حاله بتبقى حاله نادره، ان العظم بيبقى ما بيتاثرش وبيبقى فيه جينات قويه في العظم، نادر قوي يعني. طب في حد في وراثه في العيله مثلا، في والدك جدك عندهم حاجه زي كده؟ لا زي ما بيقولوا العرق يمد لسبع جد. لا وممكن بس يعني انت الحاله الفريده من نوعها يعني. يعني الحمد لله انا هي ديت عندنا على كبير. بعد الجواز ولا قبل الجواز؟ لا قبل الجواز، بس انا ما كنتش يعني بستخدمها او ان انا حابب ان انا اطورها او ان انا اكتشفها او ان انا اخرجها. انا حاسس ان جوايا الحاجه ديت وساكت وخلاص يعني. هقول ايه؟ همشي يعني اقول يا جماعه انا اتجوزت وما خافتش منك يعني؟ لا الحمد لله، بس يعني بفضل الله انا معاملتي بره مع الناس، الناس بتشهد الحمد لله زي اي حد عادي جدا. الحمد لله. طيب بتحس ايه لما تاكل اي حاجه؟ يعني زي اي حاجه بتاكلها ولا حاجه عاديه ومش مقصره معاك؟ لا هو يعني ازاز نار اي هو الحاجه ديت انا حبيت بقى اشوف يعني. الدكتور قال لي لا انت تبقى الجينات ديت غريبة، بتحصل مثلا نادر او ان يبقى حد عنده الحاجات ديت. الطعم مش بيختلف؟ لا طبعا بيختلف. انا يعني مثلا النار بحس انها ده يعني زي الشوربة السخنة كده وخلاص مثلا بس ويروح في وقتها. يعني حاجة انا بفضل الله بشد، بفضل الله بسناني بالفكين بشد 10 عربات ملاكي او وبنام والعربية بتعدي من عليا بفضل الله. ففي فيديوهات هنعرضها بعد شوية. ابتديت بقى ان انا اطور يعني اكتشف الحاجات ديت مرة بعد التانية. تمام. يعني لقيتني بميل برضو لأكل اللحوم النية أكتر من المستوي يعني. بتحبها؟ في الأكل المستوي، اللحمة المستوية أكل حتة حتتين زي أي حد طبيعي. اللحمة النية تاكل كتير؟ لا في النية بقى بالصلاة على النبي يعني تفتح بقى 2.5 كيلو 3 كيلو يعني. لا لا ليك حق تخاف يا مريم. لا إن احنا نهدى شوية، أنا كنت خايفة أنت خوفتيني أكتر. طيب نقول إمتى بدأت الموهبة بتاعتك يا مريم؟ يعتبر أيام الكورونا. يعني قريب؟ قريب جدا يعني. انت اللي اكتشفتيها في نفسك ولا مين اللي اكتشفها فيكي؟ هو انا كنت متضايقه من موضوع الضرب. الضرب للابناء، الام للابناء يعني وكده. فكتبت مقال عن التربيه مش بالضرب. وبدات بعدها كتبت عن قيام الليل، وكتبت عن الصحبه الصالحه. كل ده كنت بكتبه باسلوبي. فبدات صحابي بقى عمالين قالوا لي انت متاكده ان انت اللي بتكتبي الحاجات ده؟ لا لازم تكملي. ماما كان ليها اصحاب وكده عندهم جروبات، طلبوا مني ان انا انشر عندهم في الجروبات دي. وبعدين بعدها كلمت كاتبات عندهم جروبات كبيره ووافقوا ان انا انشر. وبعد كده كتبت نوفيلا تمنيتها في صلاتي، كانت تعتبر فكره جديده، ودي كانت اول حاجه ان انا ادخل العالم ده قوي يعني. كملت طبعا بكتب مقالات وكتبت سكريبات وكتبت نوفيلات لعدد 6 روايات و 12 مقال، 3 قصه قصيره و 3 سكريبات واكتب خواطر. تمام. لقيت نفسي في القصه القصيره اكتر، ممكن لان دماغي سريعه بحب اوصل لهدفي بسرعه. عجبتني السكريبات اللي كانت مش بحب ان انا اطول يعني، اللي هو عاوز اوصل للهدف بسرعه. فممكن ما لقيتش نفسي في الروايات قوي، بس برضه هكتبها وكمان. يعني حبيت تعملي سكريبات بتقدمي فيها نصايح، بتقدمي فيها حاجات سكريبت عن العنصريه، وكتبت عن قيام الليل وعن الحب الحلال. تمام. بتحبي تقري مين من الكتاب؟ بحب اقرا لاحمد خالد توفيق ونجيب محفوظ وعمرو عبد الحميد. قرات له ارض زيكولا، كانت فانتازيا، بتتكلم عن العملات وان الذكاء بالعملات. انت بتشتغل فمقابل شغلك ده تاخد نسبه ذكاء، بيجي في الاخر في ارض زيكولا، في ارض الارض دي اسمها زيكولا، بيختاروا افقر ثلاثة دول ما عندهمش ذكاء خالص، وبيعملوا بتاع اسهم، واللي بيجي عليه السهم ده اللي بتقتل. ليها جزء تاني اسمه اماريتا. اشتركتي في حاجات، في مسابقات، في كنت اشتركت في مسابقات اللي هي على الجروبات وكده، اللي هي خواطر ارتجان. وكمان ان انا عضوه في مبادره غلمان الادب يعني. عضو في مبادره غلمان الادب، وعضوه في كيان نصوص عظيمه، وعضوه في مفكر الكاتب. وانت قلتي اساسا بتكتبي صحافه وكاتبه صحفيه في جريده النبض العربي الالكتروني.
كله الكتروني ونازل لي خاطره ان شاء الله في جريده الرايه الدوليه واخبار الدقه الاهليه. تمام. ونازل لي خاطره مع في كتاب مشترك التقاء احرف مع دار الزيات، مع دار الزيات بالاشتراك مع مفكر الكاتب. طيب قبل ما نسمع حاجه الكتاب إن شاء الله. احب اوجه رساله يا جماعه، اللي احنا شفناه دلوقتي من الاستاذ محمود ان هو اكل النار ده ما حدش ياخده مثل، وخصوصا الاطفال، لان دي قوه خارقه. ده حاجه نادره، يعني هو بنفسه بيقول احنا بنوريكم بس امكانياته ومدى القوة الخارقة اللي عنده، لكن ده مش معناه ان احنا ناخده مثل ونقلده وشفنا كذا في الحلقة، لا يا جماعة الكلام ده ما ينفعش خالص. احنا بس بنوجه رسالة عشان الكل يكون فاهم الموضوع ده، احنا جايبينه بيعرض المواهب اللي عنده وبنشوف على الطبيعة عشان ما حدش يقول لا ده بيعمل كلامه خلاص بنقول كلامه خلاص، لا حبينا نوريكم فقط عملي، ولكن ده مش معناه ان احنا حد يقلده ولا ان احنا كلنا نؤمن بان احنا نعمل كل حاجة من الحاجات دي. طبعا ما حدش يقدر يعمل كده وإلا هنستخدمها استخدام خاطئ وده ما يصحش. اتفضلي قولي لنا حاجة يا مريم. من هقول خاطرة عن الأم. أول لحظات عمري كانت في حضنك، يا حضن دافي يحتويني في وقت ضعفي، عندما أرتمي في حضنك أشعر بالراحة وأنسى همومي، لا أجد في هذا العالم وسادة أنعم من حضنك، من حضنك الدافي عين تسهر ولسان يدعى وسر خافي وقلب طاهر وابتسامتك تفتح لي أبواب الأمل يا أمي. جميل جميلة. بهديها لماما. برافو عليك يا مريم. كتير يا أستاذ محمود سمعنا عن ناس قوة خارقة تاني، يعني في ناس تاني سمعنا عنها قوة خارقة، إيه الفرق اللي أنت شايفه حضرتك بينك ما بينهم؟ يعني تتفوق عنهم في إيه أو أنت تمتاز بإيه؟ هو بفضل الله من نعمة ربنا عليا، وأنا يعني اسمحي لي بقى دكتورة صفاء إن أنا أغتنم الفرصة ديت وأنا مع حضرتك. اتفضل. طبعا التواضع لله سبحانه وتعالى، أنا مش بقول ان انا افضل منهم ولكن هو ربنا انعم عليا. ومن هنا بوجه برضو يا جماعه مش تحدي، هو بفضل الله ما حدش في الوطن العربي وقد يكون في العالم يقدر يعمل او ينافسني في امكانياتي. انا بفضل الله الانسان الضعيف الذليل الى الله محمود لالا بنافس في موسوعه جينيس على اقوى فك في العالم. انا عندي ربنا انعم عليا بامكانيات ما فيش حد عملها في العالم. تمام. ان انا يعني اشد 10 عربيات ملاكي باسناني بدون استخدام الايدين خالص، بناموا العربيه بتعدي من عليا. ممكن يكون في الوطن العربي ما حدش عملها، او ممكن يكون في ناس في العالم عملوا حاجات شبيهه لكده، لكن ما اعتقدش ان حد يقدر يلتهم وجبه نار كانت توزن نص كيلو نار كامله. فحم والع نص كيلو اكله، واللي عاوز ينافس معايا تحت امره ويشرفني. وانا يعني بقول برضو للسيد الدكتور اشرف صبح وزير الشباب والرياضه بشكره كل الشكر والتقدير، لانه هو متبني موهبتي. تمام. وبيعدني دلوقتي على اساس ان انا اسجل في موسوعه جينيس للارقام القياسيه على اقوى فك في العالم، وان يكون اول مصري ان شاء الله يشد طياره ركاب في المطار باذن الله ان شاء الله. طيب في فيديوهات للاستاذ محمود، يا ريت يا جماعه نشوف نعرضها بما ان نتكلم عن العربيه بقى وشد العربيه. ايوه اهي معانا الفيديوهات. دي العربيه، دي تريلا نقل الفيل. بتشدها بقى. بفضل الله. بشدها. فين بتكمن يا استاذ محمود اماكن القوه بتاعت حضرتك الخارقه؟ والله يعني في ايه بالظبط؟ في الايدين، في الرجلين، في الجسم كله، في الاسنان زي ما احنا شايفين يا جماعه ده بيجر في فيديو بيجر عربيه باسنانه. تمام. ولا في الايدين مثلا، الرجلين، العربيه اللي عدتها على رجلك دي في فيديو تاني برضه. هو في يعني هي الموضوع كله بفضل الله يتحمل في قوه العظم. بفضل يعني الجسم كله. يعني انا اخر فيديو عامله طبعا حاولت ان انا اشيل حصان، بسم الله ما شاء الله. ما امكنش ان احنا نحمل الحصان عليا لان رفعناه بلودر، فما عرفش الحصان كان بيتهز كده او بيتحرك. فأنا في فيديو معايا برضه انا مصوره ومتذاع برضه على قناه قبل كده، وفي جورنان منزله شايل حمارين وشادد اربع عربيات بظهري. شاد عربيه هنا ودي في ماراثون زايد. كان طبعا كان ليا الشرف ان الدكتور اشرف صبح وزير الشباب والرياضه كان بعت لي دعوه ان انا اعمل افتتاحيه في ماراثون زايد من 6 شهور تقريبا، وكان بحضور جميع وزراء الشباب والعرب على مستوى العالم. تمام. يعني تمام.
طيب حضرتك الناس بتتعامل معاك ازاي؟ بتخاف منك دلوقتي؟ اولادك؟ لا انا عادي خالص طبيعي مع الناس، والحمد لله بكتز يعني بمتاز بشعبيه جميله. طب لو في خناقه بقى بتعمل ايه؟ لا ما برضاش اخش يعني ببعد احسن عشان اعرف نفسي هعمل ايه. ان انا ببتعد. طب لو في حد انت معلش يعني غلط فيك، وجه لك اساءه، عايز تنتقم، تنتقم ازاي؟ بتعمل كده يعني؟ والله يا دكتوره غالبا انا ما برضاش يعني بكون يعني بحاول ان انا تمتص غضبك شوية. وان انا ما بزهقش يعني. الاول كنت بزهق. صبور. قسما بالله الاول كنت بزهق. من ساعه الحاجه ديت ما جات لي فانا وانت اديتك هدوء وصبر شويه. هدوء وصبر بس عشان طبعا عارف نفسك هتعمل ايه بقى لو بس تعصد. الحمد لله يعني برضو الواحد يعني بيمتاز بالصبر واللين، لان اخاف اعمل حاجه زي كده. لا وهو اعتقد ان مفيش حاجه يعني ربنا يسحبها مني تاني، فانا راضي باللي ربنا قسمه لي والحمد لله. تمام. مريم انت مين مثلك الاعلى من الكتاب؟ نجيب محفوظ. وفي الحياه مين مثلك الاعلى بقى في الحياه يعني؟ بابا، ماما، حد من المدرسين؟ ايمان خالتي. ايوه خالتك جايه معاكي هي النهارده تشجعك جامد. تمام. طيب قولي لنا كده حاجه تانيه مريم من كتاباتك. هقول قصة قصيرة عن الجاسون دي الرعب. اتفضل. ها أنا حزينة متألمة، ذكريات الماضي تداهمني، ذكريات تحطمت بعد أن كانت لنا كل شيء، أسهر لفترات طويلة، بداخلي وجع يكفيني 70 عاما، بداخلي دمعة وجرح وصرخة مكتومة، بداخلي ألم صامت ينغر في جسدي، بداخلي ضجة مشاعر رقمتها الذكرى، رغم ما بداخلي أتظاهر بالبرود وعدم الاهتمام، أبتسم أمامهم جهرا وروحي في الخفاء وتبكي وجعا، تحولت من شخص مرح إلى كتلة من الصمت، هدوئي هو صدمة من واقع أعيش فيه، رحلة قصيرة أبحث فيها عن حلول أوجاعي. هذا هو شعوري هذه الأيام، مما جعلني أداوم على الجلوس في غرفتي المظلمة الباردة وحيدة. اقتربت من السرير فاتكأت على وسادتي لعلي أستعيد بعضا من عافيتي. أغمضت عيني فشعرت كأن صدى شيء أسمعه، فحاولت النظر تجاهه لكنني لم أستطع تحريك رأسي ولا حتى عيني. حاولت مرارا أن أرفع صوتي لأتساءل من هو، ولكن صوتي لم يبلغ حلقي قط. شعرت بأطرافي تتصلب كأنني مشلولة، شعرت بارتخاء عضلاتي ما عدا حجاب الحاجز وعيناي اللاتي تتحركان في هلع. شعرت بشخص يجسم على صدري يحاول قتلي، مما جعلني اشعر بالاختناق. صرخاتي صدت، اطرافي شلت، سمعت صوت مقبض الباب وخطوات خافته لظل الرجل. بينما انا احاول الفكاك من قيدي، شهدت اشخاص يتعاركون في انحاء الغرفه. حاولت التحدث او الحركه لكنني لم استطع فعل ذلك. شعوري بالهلع كاد يقتلني، فاصبحت لا استطيع الحديث، والصراخ اصبح امرا صعبا، فصوتي قد مات بداخلي وقلبي يكاد يقف عن الخفقان، وبداخلي صراخ لو استطعت اخراجه لايقظت العالم. كم سيمضي من الوقت حتى تستعيد حنجرتي قدرتها على الصراخ؟ هل وقت الرحيل قد اتى؟ فبدات حبات العرق تسيل على وجهي، وبدات ضربات قلبي تزداد، اصبحت انفاسي المضطربه تتصاعد بشكل سريع. شعرت ان روحي تنسحب مني، أصبحت جثة لا تقوى على الحركة أو الحديث أو حتى التنفس. شعرت كما لو أن الموت يقترب، كنت في أشد لجة الظلام. انساب جسمي بين حركة العين السريعة وغير السريعة، عضلاتي تؤلمني بشدة. حاولت أن أنادي على أمي لكن لساني كان ثاقلا لدرجة الشلل. حاولت قراءة الفتحة لكنني سمعت صوت طنين رهيب في أذني، وخلال ثواني اختفى هذا الصوت. ظللت أقاوم مرارا وتكرارا، ودموعي تنساب كالشلال حتى استطعت الحركة. ذهبت سريعا إلى أمي، جعلتها تستيقظ من نومها. عندما رأتني في قمة انهياري أبكي بشدة لا أقوى على الحديث، فزعت وقامت بسرعة وظلت تهدأ. طيب. من روعي وتسأل عن السبب، وبدأت أهدأ ورويدا، ثم أخبرتها بما حدث معي. أخذتني بأحضانها فكان حضنها بمثابة ترياك ناجع لهموم الليالي وسموم الأيام. فاحتوائها بعمق في أشد أوقات وجعي جعلني أنسى همومي، أعطاني دفئا وأملا، فحضنها دواء من نوع نادر. كم أحب ذلك الحضن الدافئ ذو الأنفاس الدافئة الذي يعدني طفلة. ثم توضأت وشرعت في الصلاة، شعرت أن قلبي يتفتح كالزهرة والطمأنينة تروي أنفاس. ثم ذهبت في ثبات عميق كأن شيء لم يكن. تمام، برافو عليك يا مريم، ما شاء الله. لا واضح الاضطراب مأثر عليك بس مش قوي برضه. طيب نشوف بقى الاستاذ محمود جايب معاه ازاز. اخبار الازاز معاه ايه تاني النهارده؟ احنا ناكل ازاز بقى عشان كلنا الازاز. يلا نختم باكل الازاز بقى طبعا ده عشان ما نقدرش نقعد بعد كده تاني.
لازم ازود هنا. اوبا. هو تمام. لا كده خلاص احنا مش هنقدر كده نقعد تاني. طيب احنا بنشكر حضرتك يا استاذ محمود على هذه القوه الخارقه والحاجات كلها اللي عملتها بصراحه، بسم الله ما شاء الله، وان شاء الله ربنا يحقق لك كل احلامك وطموحاتك وانت يا مريم باذن الله. والى هنا اعزائي المشاهدين نكون نهايه حلقه البرنامج، ونرجو ان تكون الحلقه نالت اعجابكم. تحياتي لحضراتكم، والى اللقاء في حلقه اخرى من حلقات البرنامج، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.